معنا النهاردة وزيرة التعليم العالي والثقافة والبحث العلمي في ألمانيا بروفيسور سابين كانست، واللي بتحضر مؤتمر لحفظ التراث، وكمان هتشارك في حفل تخرج أول دفعة لبرنامج الماجستير لحفظ التراث وإدارة الآثار، وهو ده أحد برامج التعاون المشترك ما بين ألمانيا وما بين مصر في مجال التعليم العالي، وبالتحديد ما بين جامعة براندنبرغ وجامعة حلوان. So at first, let me welcome you, Professor, and let's begin by talking about. ما هي مجالات التعاون المشترك في التعليم العالي بين مصر وألمانيا؟ Yes, I'm very surprised. أنا أشعر بالمفاجأة وكذلك بالمسؤولية عن مجالات التعاون العلمي بين مصر وألمانيا. هذا التعاون يتجسد في التعاون المشترك بين جامعة براندنبرغ للعلوم والتكنولوجيا التي تتعاون بشكل كبير مع جامعة حلوان في القاهرة. أنا أقدر هذه الشراكة إلى حد كبير وأسعى بالتأكيد لدعمها وتطويرها. So if we are going to talk about education, can you tell us in your وماذا عن أهمية التعليم من وجهة نظرك بالنسبة لمصر، خاصة في مرحلة التحول الديمقراطي التي تخوضها؟ بالطبع، فإن التعليم واحد من العناصر الأساسية التي تساهم في دعم الديمقراطية. نحن نحتاج للتعليم لكي نفهم المعنى الحقيقي للديمقراطية ولكي ننجح في التعايش مع النظام الديمقراطي. ومن وجهة النظر هذه، فإن هناك صلة بين الديمقراطية والتعليم، كل منهما يؤثر على الآخر بقوة، وبالتالي فإن كليهما شديد الأهمية. في هذا السياق، هل يمكن أن تشرحي لنا إلى أي مدى يمكن للشركات الدولية أن تساهم في تحسين التعليم العالي سواء في مصر أو في أي دولة؟ ماذا يمكن لهذه الشركات أن تفعل في مصر أو في أي دولة؟ لكل الدول وكذلك بالنسبة لألمانيا، من المهم جدا الذهاب خارج الحدود الوطنية لكي تتعلم كيف تشعر أن تكون غريباً ومختلفاً، ولكي تتعلم كيف تفكر الثقافات الأخرى وكيف تعيش، ثم تنقل هذه المعرفة الجديدة إلى وطنك وتعمل على أن تنعكس هذه المعرفة في محيطك وفي مجتمعك. مثل هذه الشراكات مهمة لكي نتعلم كيف نتواصل مع بعضنا البعض وكيف نتبادل الثقافات المختلفة. في رأيك، كيف يجب أن تعمل وزارة التعليم العالي في مصر من أجل الاستجابة لاحتياجاتها للنهوض اقتصاديا أو سياسيا إذا كان التعليم العالي سوف يساعد في نهضة مصر؟ كيف عليه أن يعمل؟ واحد من أكثر الأشياء أهمية هو في الحقيقة الحرص على تقديم خدمة تعليمية عالية المستوى، أيضا الحرص على الفهم السليم لقواعد البحث المنهجية، وبالطبع الحرص على التواصل مع الآخرين لتبادل المعرفة مع الجنسيات الأخرى والدول الأخرى، وهذا يتحقق من خلال التعاون بين الجامعات والطلاب. من وجهة نظرك، ما هو التحدي الأكثر أهمية الذي يقف في طريق تحسين التعليم في أي دولة؟ في أي دولة؟ في أي دولة؟ في أي دولة؟ بالطبع، من الضروري أن يتعلم أكبر قدر من الناس. من وجهة نظري، أن تكون قادراً على تعليم الناس بشكل جيد هو أهم شيء في العملية التعليمية المتميزة. على ناحية أخرى، من المهم أن تعمل على الاستفادة من هؤلاء المتعلمين وتوفير فرص عمل لهم، وبالتالي فإن الأمر في الحقيقة نوع من التكامل بين مجال الأعمال والمتخرجين،
فنحن كما نحتاج تعليما جيدا نحتاج أيضا اقتصادا قويا يوفر فرص عمل. كوزيرة للتعليم العالي في ألمانيا والتي هي واحدة من أكبر الدول في العالم، كيف ترين التحدي المتعلق بإمكانية تحقيق التوازن بين تقديم تعليم جيد وبين زيادة عدد المؤسسات التعليمية؟ تحدي الكم والكيف، كيف ترين هذا التحدي؟ نحن نحتاج لتعريف للمستويات المختلفة من التعليم، كما نحتاج التعليم المدرسي. نحتاج هؤلاء الذين يختارون استكمال الدراسة الأكاديمية، أو هؤلاء الذين يقررون استكمال الدراسة الجامعية. أي دولة تريد الارتقاء باقتصادها عليها أن تحرص على تقديم كل هذه الأشكال المختلفة من مستويات التعليم. في الوقت الحالي ينشغل العالم بأكمله بقضية محاربة الإرهاب. في هذا السياق كيف ترين دور التعليم، الثقافة، البحث العلمي، الموسيقى في هذا السياق، سياق محاربة الإرهاب؟ هذا سؤال مهم للغاية من وجهة نظري. هناك حاجة للحديث عن العناصر المشتركة التي تجمع ثقافتنا، مصادرنا، تاريخنا، لكي نتغلب على الإرهاب. وبالتالي فإن التعليم أحد الركائز لكي ننجح في التغلب على الإرهاب. ماذا عن الثقافة، العلوم، البحث؟ كيف يمكن للتعليم العالي أن يساهم في الحرب على الإرهاب؟ التعليم العالي يساعد بشكل حقيقي في هذه الحرب، لأنه يساهم في تعميق الفهم للتاريخ والعادات والتقاليد المختلفة، وبالتالي فهو عنصر من عناصر هذه الحرب. في النهاية هل يمكن أن تحدثينا عن الفرص التي تقدمها الجامعات الألمانية للطلاب المصريين؟ ما هي هذه الفرص بالتحديد؟ هناك الكثير من الفرص للطلاب المصريين. هناك العديد من الفرص التي يمكن من خلالها أن يدرس الطلاب المصريين في ألمانيا، حيث تتاح لهم فرصة التعرف على شكل التعليم الألماني. ومن المهم أن يعود هؤلاء الطلاب مرة أخرى إلى مصر لنقل تجربتهم. شكرا لك، لقد كان من دواعي سروري لقائك مرة أخرى. شكرا وأتمنى